هاي اختاري اللي تحبيه، أنا بحب الحلويات. الحاجات السبايسي المفضلة عندي. أنا أخدت ليمون حامض. إزاي؟ تحدي اللون الواحد هيبتدي دلوقتي. أوه أيوة. أوه لا. أوه أيوة. انهيار جليدي فراولة. فين الفراولة؟ أنا كمان بحب الفراولة. ده غش. دلوقتي بقيتوا جاهزين، ابتدوا. دي الجايزة، أنا متحمسة أفتح البوكس. هاتوا البالونات. بالونات؟ طب هنعمل إيه بيهم؟ جاهزين؟ أول مهمة. إيه ده؟ هدوم فاكهة. أوه أنا عارفة، هرسم التيشيرت بتاعي بعصير الفراولة. ليه تعملي كده وانتي ممكن تغيري؟ بجد؟ ما فكرتش في ده. إيه؟ أنا حاجزة الأحمر. رجعي دلوقتي حالا. يبقى أنا هاخد ده. ممكن آخد حاجاتي؟ لأ. وقاحة. الأفضل تجيبي الحاجات وإلا هتندمي. اتفضلي، أنا هغيره بالبينك. أي حاجة علشاني؟ قميص؟ لأ. تي شيرت؟ بس ده لونه كله أبيض. مش مشكلة، عندي حل. أنا محتاج بولة وستاند. هلف التي شيرت كويس. هخلط الدهان الأصفر وصبه على التي شيرت. وبعدين هستخدم عصير الليمون. النتيجة هتكون رائعة. ساعدوني. ايه المشكلة؟ ايه المخيف؟ التحدي الجاي؟ انتي مخبية ايه؟ ميك اب؟ ده سهل، لازم نستعجل. المهم الاول تنظيف البشرة. نغسل الميك اب كويس، وبعدين ماسك ثلج للوش، وفراولة البشرة نظيفة ومنتعشة. فشل رهيب. أنا ممكن أعمل أحسن. السر إنك تكوني كريمة وإنتي بتستخدمي مية المايسيلر. أنا فهمت، السر في الإزازة. أوه ساذج. وحش قوي. إيه ده؟ فرشة؟ إزاي استخدمها؟ هدور وأعرف. هايل، درس خطوة بخطوة. الأول هبرز العيون بالأحمر الزاهي. خلصت الآي شادوز، بعد كده الأيلاينر الأسود. هيعمل نمط ناري. هعمل رموشي، وبعدين شفايفي. خلاص. أوه يا ربي، الجلام بتاعي خلص، شكله زي الدرس بالظبط. أوبس، أنا لخبطت كل حاجة. أنا رجعت لنقطة الصفر. كل ما كتر البينك كل ما كان أفضل. اللي بعد كده جليتر. مش هقدر أكمله من غير أيلاينر على شكل جناح. ونضيف رموش. لازم نضيف لمسة من اللون الأخضر عشان يكون على شكل ساق الفراولة. وبالنسبة للبلاشر هستخدم الفراولة. شفايف فراولة ناضجة. خلصت، المهمة تمت. إيه رأيكم في الميك اب؟ أنا حبيته جدا. أنا موافق. مستحيل. وقح جدا. إزاي الجرة؟ إيه ده؟ مهمة جديدة؟ عدسات؟ ده منطقي بالنسبة لك؟ لسه، تعالوا هنا، دوروا على العدسات المخفية. ده صعب. أظن إن هما هنا. تخمين حلو. أنا عرفت. مش مهم، خلينا نصعب الأمور شوية. كده بقى أصعب جدا. خلي بالك من الإيدين. العدسات فين دلوقتي؟
هنا؟ صح، الجولة الثالثة. إيه؟ قصدي إزاي هعرف أخمن؟ أهي العدسات، لازم أديهم لك. أنتي كسبتي، شكراً. هجرب العدسات الجديدة. أوه أيوة، رائعة. أنا بعدك، هدي شوية. اتفضل. أنت ممكن ترتاح وأنا هاخد العدسات بتاعتي. لازم تحلي مكعب روبيك. مكعب روبيك؟ ده في منتهى السهولة. إزاي بتعمل كده؟ جاهزة، أنت تستاهلي الجايزة. جميلة، حبيتهم. أنا جاهز للتحدي. حاول تخمن في أي إيد. شمال. تخمين غلط. مستحيل. محاولة تانية. شمال برضو. لسه الإيد الغلط. ليه مش عارف أكسب؟ أنت أطيب واحد. أنا عايز عدسات أنا كمان. ده إيه؟ فهمت، هعمل لنفسي نظارة ليمون. مفيش حاجة تقارن بيها. هقطع قطعة فوم وهلزقها على النظارة. بعد كده هزينها بخطوط بيضة. هو بيعمل إيه؟ النظارة الليمون جاهزة. أنا عايز أكسسوار أنيق أنا كمان. وأنا كمان. دوروا على أدلة من غير زق. مفيش حاجة حلوة. فلفل حار، ده أكيد ليا. هو موجود فين؟ جوانتي. طيب وانا خيط وخرز. اوكي دوكي، هعمل شنطة فراولة. حلقة، حلقة تانية، وخلاص كده. بعد كده مقبض اخضر، ده سهل. بادا بينج بادا بوم، هربطهم كلهم مع بعض. هستخدم كروشيه عشان اعمل كاب. أنا كنت هنسى الخرز. هيكونوا بذور الفراولة. خلاص. شغل هاي. الجوانتي القديم محتاج بديل. الجديد رائع. ما كنتش محتاج أعمل كتير. ده أساسا يعتبر غش. وطو، السهم رجع. شعري، ده سيء جدا. تحدي جديد؟ على الأقل كان ممتع. إيه هو؟ قولولي، تسريحة شعر؟ يلا نبتدي شغل. الفرشة اتشبكت. أعمل إيه؟ أنا محتاج مبشرة. هبشر الليمون وأضيف عصير الليمون. رائع. بلير، إيه مشكلتك؟ هضيف عنصر سري للليمون بتاعه. جمجمة كيرلي. أوبس. بعد كده هصبغ الشعر. شكله غريب. على أي حال مفيش غير مواد طبيعية. هحط المزيج على كل خصلة وألفها فويل. السر في تغطية كل حاجة. ممكن ناخد استراحة بسيطة. لنعقد الأمور وممكن نلبس باروكة. أوه، من الحلو انك تكوني الأذكى. انا هعمل برنيطة. هخيط واجمع القماش. هخيط من الجنب. واضيف ساق الفراولة. البري جاهز، بيغطي الفرشة كويس جدا. وقت ان انا اشيل الفويل. شعري، ده كارثة. هضطر استخدم الأسلحة التقيلة. هاي، براحة شوية. واو، ده شعر كتير جدا. خلصت، ايه رأيكم؟ شكلك رائع، انا حبيته. شكرا،
أنا سعيد. وأنا كمان. أنا مش قادرة أشوف ده. هي بتعمل إيه؟ ده فظيع. هما قريبين جدا من بعض. أنا متعصبة. لحظة واحدة، أنا عندي فكرة. الفلفل ممكن يعمل حزام ستايلش. هحط كل قطعة على شريط جلد. تمام، مش هتقدروا تشيلوا عينيكم من على الجمال ده. رائع. صندوق الجوايز، ايه اللي ممكن يكون جواه؟ اكيد مليان فلوس. اوه ايوه، انا غنيه. هي كويسه. شكرا، كل الملايين دول استاهلتهم بجداره. عايز تعرف ايه الجايزه اللي بحلم بيها؟ افتح الصندوق والاقي جواه بتطلب تتجوزني ومعاك الخاتم، افضل جايزه في العالم. لا لا لا، ممكن تسمعي حلمي انا. الصندوق يتفتح وجواه صندوق أصغر. أنت كتاب مقفول بالنسبة لي. انتباه! إيه الدوشة دي؟ دي هي، فاضل بالونة واحدة بس. بسرعة، أنا الأول. اجري، الوقت بدأ دلوقتي. خدوا البالونة، دي ليا. اتحركوا. ليه مش بتفرقع؟ هروح أجيبها. كلنا مع بعض. فين البالونة؟ أنا هساعد. آخر مهمة هي الإكسسوار. هبتدي شغل. هعمل حلق على شكل فراولة في لمح البصر. هحدد النموذج وأقطع قطعة من الفوم. أرسم وأضيف ورقة خضراء. أوصل القطع وأحطهم في خاتم. هضيف تفاصيل وحلق الفراولة بقى جاهز. عملتها. هقسمهم لأجزاء وأعمل شكل فلفل حار صغير. هضيف سيقان وأحطهم كلهم في سلسلة. السلسلة الحارة الرائعة بقت جاهزة. في حاجة ليا؟ شكرا، دلوقتي هقدر أعمل المهمة بسرعة. هقطع شكل ليمونة وأضيف أوراق. ألزق عيون وأرسم حواجب. شوية بلاش، فكرة كويسة. جه وقت تجديد ساعة الإي. هتتغير من الأسود للأصفر الليموني. رائعة. هاي كلكوا خلصتوا المهام. مبروك، دلوقتي الجوايز من الكوكو. أنا عايزة أفتحها. أوه يوي، أنا فوق السحاب. تتجوزيني؟ موافقة. في إيه هنا؟ أيوة، صندوق تاني وصندوق تاني وأكتر. حلمي اتحقق. جايزتي هتكون الأفضل. عروسة ليدي باج؟ أنا حاسة بإهانة جدا. لا، أهي عروسة بحر جديدة وترندي. واو، شكرا، دي رائعة. ده جنون، لازم هعوم. أعتقد كده أنا بتخنق. لازم أفضي المية، مش قادرة أشدها. يا شباب ساعدوني، اضغطوا على اللايك وإلا هتخنق. أيوة نفع. شكرا. يا ربي، إيه المكان ده؟ انقذوني، الحقوني، قوم أكتر، ساعدوني، أي حد. هتاخدي اللي انت عايزاه. سيل من الفوم. الصوت ده مزعج. الجرأة اللي عندك دي عشان تحبسيني هنا. أهلا، ساعدوني. كده كتير قوي. انزلي تحت، ده صندوق عملاق. دي فوضى. أو في حاجة. باي باي يا صندوق. أنا مهتمة، إزاي أكون عروسة بحر؟ واو. أعمل إيه؟ شكله مكان تدريب. طيب أنا محتاجة بلاستر. في الهدف، المهمة الأولى.
التألق. في حاجة، دي خريطة، أكيد في كنز مستخبي. 10 خطوات للأمام، 5 خطوات للشمال، ده مكان الكنز المدفون. سوبر تشانس، ممكن أحتاج الجراب. يلا نشتغل. إزاي الكلب ده جه هنا؟ اجري لبيتك يا كلب. أيوة أخيرك، صندوق كنز. يلا نشوف. طيب مفيش غير فلوس، أنا مش مهتمة خالص. واو، في ميك اب كتير تحت. حظي حلو، خلصنا الماسك وهنروح للتألق. هخلي عيوني تكون بارزة، شفايفي مشرقة، وطبعا قشور بتلمع. كله خلص، يلا قبلة في الهواء. ايه حلق؟ طيب انا عندي فكرة، هقطع حلق من توكة الشعر والبسها كحلق. انا بعاني في تسريح شعري، الفرشة الغبية دي هي السبب، دي مفضلة عندي. كيا أوتش. مصدقين اللي عملته الفرشة؟ وقاحة. أوه، دليل تاني، تسريحة الشعر، أنا بالفعل عندي فرشة. يلا نبدأ على طول، نفعل. شعري بقى أطول وأحلى. أوه، إيه ده؟ واضح إن شعري سد البلاعة. مش مشكلة، أنا هشيله. يوه، ده مقرف، بس هصلحه برضو. هنضيف قنبلة الحمام في المية وهغسل الكرولس كويس. نفعل، دلوقتي شعري بقى شكله أحلى كمان. الأسماك خرجوا عن السيطرة خالص. مسكتكوا، دلوقتي هتزينوا شعري. وانتي كمان. ايه اللي بيحصل؟ قومي يا عروسة البحر. حبيبتي هتلبسي اي فستان النهارده؟ انا مش هختار ده، ده شكله حلو. اليويو دايما بينجح. فستان؟ شكرا جدا، ده هيكون طب رائع. هقصه، هخيط القطع مع بعض. فوالا، الطقم بتاعي بقى جاهز. وقت الكشف عن الدليل اللي بعده. ضفري مش حد كفاية، الضفر على شكل زعنف هيكون أحسن. نيل عروسة البحر، إزاي أجيب واحد؟ هوا كيا، إيه اللي جابك هنا؟ أنا بدور على أسماكي، شفتيهم؟ أسماك؟ أكيد لأ، زعانف غطس جميلة، هي للبيع؟ أنا ممكن أدفع كتير. تقدري تاخديهم؟ أوه أنا غني، في حاجات حلوة. زعانف الغطس ممكن تكون بديل هايل للزعانف. ايه ده؟ خطاف؟ لطيف، هربطه في ممسحة وهحاول اصطاد حاجة. نفع، الديل من ورق التويلت بقى جاهز، لازم بس الونه. الاحمر هو لوني المفضل، نمط بسيط على شكل نقط سودا هيكون الحاجة الوحيدة اللي ناقصة. الأنبوبة هيكون مكان الستنسل. واو، نتيجة كويسة، قطعة من قماش شبك قديم علشان أزين الجزء اللي فوق. إيه الدوشة دي؟ في حد في الصندوق. هاي اوه يا ربي، الخطة فشلت. امسكي نفسك، انا لازم اساعد.
في نبض. هي محتاجة ضغط على الصدر. هي مش بتتنفس. أكسجين. أنت ليه هنا؟ لما شفت كل الجمال ده ما عرفتش أتعامل. أوه بجد؟ أنا جبت لك هدية. ما كانش لازم. أتمنى توافقي تخرجي نتعشى مع بعض. دوناتس؟ أعتقد كده. اتجوزيني. مستحيل، احنا ما نعرفش بعض كويس. انا حبيتك من اول نظرة. يا ربي يا شباب، اعملوا لايك علشان الراجل ده يسيبني في حالي. يو، الشيء مقرف ده. برافو. ايه الخطوة اللي بعد كده؟ ديك، ما تخزلنيش. ديك، ابتدي. هستخدم صدى في البحر والصغيرين دول كمان. هضيف لمسة من الألوان وحط الأحجار الكريمة في سلك ووصلهم بالصدى. ولا التاج بقى جاهز. يلا نكمل. حرامي، اتنازلي عن التاج. انت شرير، ده مش هيحصل. دافع عن نفسك. أنا نسيت خالص، أنا بقى عندي دل دلوقتي. أوتش راسي، أخدت اللي تستاهله. أوه نجمة البحر، أنا هستخدمها عشان أعمل إكسسوار. هلون ووصل النجوم الحمراء والسوداء، وده هيكون عقد بحري. هو خلاص صحي؟ أهلا. ده رجع. ليه بتزعق؟ قوم. عقد جميل. شكرا. دلوقتي لف وامشي من هنا. باي. هو نسي شرابه. ايه الخطوة الجاية؟ جوانتي. لحسن الحظ انا عارفة اعملهم ازاي. دلوقتي الشراب هيكون مفيد. هعمل خاتم من نجمة البحر. هايل. الماسك بتاعي انا نسيته خالص، لازم الاقيه حالا. يا ترى هو راح فين؟ مش هنا. اهو هنا. فات وقت كتير قوي. اعتقد اني لازم احسنه شويه. اول حاجه هشيل النقط السوداء والزق قشور ملفته. واو. ايه دي؟ شوكه ثلاثيه؟ دي حقيقيه. يا ربي، اكيد كمان ساحره. اوبس، ده نفق. اخر خطوه، دي شوكه ثلاثيه. حظي حلوه قوي انها بالفعل عندي. هي اي حد، انا خلصت ميك اوفر عروسة البحر. قوم يا عروسة البحر. اوه رساله، احدث ترند هي العرايس البيبي. حبيبتي، اكتر لعبه ترندي لبنتي المفضله. انا اتعصبت. هي دي بوابة؟ العروس البيبي بتاعت البنت اتخطفت. ده شيء رهيب. هوكمار، الانتقام جاي. مش هسمح لك تأذي الطفلة. ليدي باج، انت هنا. خد دي. انا قدرت اوصل لحلقان حظ ليدي باج. او لا، قوتي بتختفي. ده انتهى، لازم نهرب.
أخيراً جيليو. هوتيتي، أنتِ رجعتي؟ هوك ماث أخذ الحلقان بتاعتي. الوضع مجنون. إيه؟ واو، أنا في بيت ليدي باج. حظي حلو. حلقاني. أرجوكي بطلي عياط، أنا عارفة إزاي نصلح اللي حصل. هنعمل البنت تحول الليدي باج. هما دول التعليمات. كان نفسي أعمل كده من زمان. شكلها خطة كويسة. جبتي منين صورة القلب ده؟ مش عارفة دي بتتكلمي عن إيه؟ أنا أخدت حلقان الحظ. رائع، لكن مش عارف إزاي أستخدمها. هحاول ألبسهم. قوة خارقة، تعالي لي. أوبس. طيب وكده؟ هو ده كان إيه؟ أكيد في طريقة تانية. أعتقد إن إحنا لازم نبتدي باللبس. أنا أقدر أعمله. جاهزة؟ جربيه. كبير شوية. هحاول تاني. إيه رأيك دلوقتي؟ أكيد لأ. أنت عارفة؟ عجبني. لأ، خلينا نحاول تاني. أتمنى إنه ينفع. أيوة، أنا جاهزة لمواجهة هوك مار. واو، يا في حاجة ناقصة. يس. يا ربي. أوه، أيوة. هدومي جميلة. ده شرير قوي. أنا عندي فكرة. يلا بس نجرب نلونه بماركر أسود. يعني ده يستاهل المحاولة؟ نفع. أوه، أعمل إيه بيكم؟ أستخدمكم إزاي؟ أنا ما عنديش فكرة. لو مش ممكن آخد القوة، ما حدش تاني هياخدها. أنا هدمركم. ما حصلش ولا خدش. باي باي. إيه؟ رجعوا تاني. امشوا من قدامي. لا، انتوا هتدوبوا كأنكم ما كنتوش موجودين من الأساس. لا، دول لسه سلام. ليه ده بيحصل لي؟ اللبس جاهز، بس احنا هنعمل ايه في الشعر؟ أنا عارفة. What? ها؟ شعري غامق قوي. صبغة الشعرات حل المشكلة. هتكون سريعة. اللون مظبوط جدا. لا، أنت مجنونة؟ يا ربي، دي طفلة. بدري قوي إنها تصبغ شعرها. إحنا محتاجين خطة تانية. هنصبغ باروكة. هايل. أوه واو، خلصت. يلا نجربها. رائع، جميلة جدا. الشعر خلص. الوضع ده مأساوي. ايه اللي حصل؟ كل حاجة انتهت دلوقتي. أنا ما بقتش خلاص ليدي باج، والقوة الخارقة بتاعتي راحت. حلق الحظ هيرجع، ده وعد مني. هوك ماث مش هيشوفني حتى. أوه سوبر كات، ده أنتي. أنا سعيد إني شفتك. استسلم. أوه لأ، أنا مستنية معركة غير عادية. خليني بس الاقي سلاح مناسب. غلط. ها؟ فاضل قد ايه؟ انا مستعد. هجوم. كورة صوف. حبيبتي، الخطة فشلت خالص. خليني امشي. مش هيحصل. انت فعلا محتاجة الحلقان دي؟ ها؟ اعمل ايه بخصوص ماسك ليدي باج؟
يا ربي، النظارة حاجة تانية خالص، مناسبين جدا. إيه رأيك؟ جميل، بس محتاجة حاجة أحلى. أنا هعمل ماسك أفضل، بس أنا عجباني النظارة دي. قص، لزق، جربيه. رائع. أوبس، غلطتي، نسيت خالص أعمل فتحات العين. دلوقتي الماسك خلص. ياي، اعملي تشيك عليه، ماسك السوبر هيرو خلص. هاي فاي. أنا جعانة قوي بصراحة، وأنا كمان. هناكل غدا. بون أبيتي. استني، نسينا سوبر كيت، هي كمان محتاجة تاكل. كيتي، انتي فين؟ أنا عندي قطتك. أوه، صباي، إيه الدوشة دي؟ أنا همشي من هنا. أوتش، بسرعة. أوه لا، هوكموت خطف سوبر كيت. إيه اللي حصل؟ هوكموت خطف سوبر كيت. أوه لا يا جماعة، لازم أكون ليدي باج. إيه اللي محتاجة الميك أوفر كامل؟ اكتبوا في التعليقات، لازم ننقذها. أكيد في حاجة في شنطتي الخارقة. أهي شنطة السوبر هيرو، وجواها شنطة السوبر هيرو صغيرة. أيوة، شنطة اليويو. تمام. هيا ليدي باج، كل ده فين؟ ازاي لسه ما جاتش تنقذك لحد دلوقتي؟ انا عندي حاجات اهم من كده. يلا نبتدي التدريب. ها؟ واو، دي حاجات كتيره قوي، الشنطه ملهاش حدود. لازم نستعجل، سوبر كات في مشكله كبيره. هجيب الميك اب بس. واو، ريحته تحفه. طيب يلا نهتم بالوش، ننظف، نغسل، نحط جليتر. تألقي. جدتي علمتني كروشيه، دي طريقة رائعة للاسترخاء. واو، خلاص أتمنى أكون عملت الحجم صح. جربيها. شكرا، دي جميلة قوي. في حاجة ناقصة، الليب جلوس. انتي مش بس بطلة خارقة، انتي أجمل بطلة. واحد، اتنين، تلاتة. استسلمي. ارفع ايدك. المية هي أسوأ أعدائي. شمال، يمين، ضربة، قرري. واحد، اتنين، تلاتة، عملتها. وقت التدريب. زغزغة، ساعدوني، انقذوني، انا بستسلم. ايه الدوشة الغريبة دي؟ يلا نشوف. عرض اليوم واحد بس، حلقان الحظ، اشتري واحد وخد التاني هدية، دول نادرين جدا. حلقاني، انتهى للنهاية. هنعمل ايه؟ انا عارفة، انت هتروحي تغيري هدومك عشان هوكموث ما يعرفكيش. شكلها خطة كويسة، يلا بينا. النهاردة بس، ما تتأخروش. هوكموث، دي خلاص نهايتك. فين كات؟ مش ممكن أقول. أهي هنا. ساعدوني. ده جنون، أنا عندي مكان لازم أروحه. انقذي كات، أنا هتعامل مع هوكموث. هواجه طفلة؟ كيتي، أنتي كويسة؟ دافع عن نفسك. كل اللي أنا بعمله هو الفوز. ساعدوني، ده أخد البنت، كل حاجة انتهت. أوه لا، ما تعيطيش، امسحي دموعك. أختي المسكينة، ليدي باج هتساعدنا. امسكي دي.
لكن ازاي؟ هتشوفي، احنا جاهزين. اتفضلي عادي. ايه اللي بيحصل؟ اهي الخطة، احنا هنحولك لليدي باج. واو، لكن ازاي؟ بالطريقة دي. اهي خطتنا، ارانك ان ممكن نعمل ده في وقت قصير. سيبني امشي، ارجوكم اعملوا لايك للفيديو، وهوك موت هيسيبني امشي. هو ماشي. هي هو لسه هنا؟ قولي شر. دلوقتي عندي حاجة أضيفها للصور بتاعتي. أخيرا، أنا ما عنديش ولا صديق حقيقي. دلوقتي يلا نبتدي الخطة الشريرة بتاعتي. هتتحولي لشريرة عملاقة، وهنستولي على العالم مع بعض. أنت مضحك قوي. ازاي تتجرأي؟ يلا نبتدي باللبس. جربيه. لا لا، ممكن ده؟ ها؟ ولا واحد فيهم مناسب. كام؟ اوبس، انا عندي فكره. يلا نجرب فلتر جديد. ايه؟ ها؟ واو، انا هختار ده. نفع. هوك موث، من الأفضل تاخد بالك. في حاجة ناقصة. أنا عارفة، أتمنى يكون في طاقة كفاية. لا، ما تعمليش كده. دلوقتي في بقعة. أنا لسه ما خلصتش. دلوقتي الطقم بتاعي زي الحقيقية. الطقم تمام. في حاجة ناقصة. أنا مستعدة للمعركة. استني، أنتي محتاجة شنطة زي ليدي باج الحقيقية. طيب، دي ولا دي؟ إيه رأيك؟ ها؟ مش شايفة إن هي أي واحدة فيهم. طب نعمل إيه؟ أنا عندي فكرة، هنطلبها أونلاين. أهو ديليفري سريع. شكرا، ده كان سريع. افتحيها. واو، انا مش مصدقه، دي مثاليه، حتى افضل من ليدي باج. يلا نجربها. بلاستر تمام، اخطبوط تمام. هنجيب بس الاساسيات. ازاي كل ده يدخل جوه؟ خلاص، شنطه رائعه جدا. الشنطه تمام. في حاجة هنا، هو ده ديل؟ أنا هجربه. دلوقتي أنا ليدي باج عروسة البحر. هي يلا نغير الخطة بتاعتنا. تمام، أنا محتاجة أعصبها، لكن إزاي؟ الأطفال لا يمكن توقع تصرفاتهم. أنا عارف، القوة الخارقة بتاعتي. هي دي بتزغزغ. ما نفعتش. طيب، الخطة البديلة. بصي على القطة الجميلة دي، حلوة قوي. مش عايزة تحسسي عليها؟ جميلة مش كده؟ أيوة. طيب ودلوقتي؟ القطة مشيت. القطة، أنا هحاول أنقذك. أنا بس محتاجة قوة خارقة، أنتي تقدري تعمليها. نفعت. هاي يا كيتي، انتي اجمل واحده، يلا نبقى اصدقاء. ايه، خطتي فشلت. دلوقتي يلا نعمل شعرك. انتي محتاجه ستايل زي ليدي باج. الصبغه دي مثاليه. دلوقتي هنستنى. ممكن اشيل الفوطه خلاص؟ استني، ده واخد وقت طويل قوي. الوقت خلص، استعدي. اوبس، ها الضفاير دي جت منين؟ او لا، انا اتلخبطت واخدت صبغه وينز دي، لكن هصلح ده. اهي الصبغه الصح، انا عاجبني كده اكتر. يلا نبتدي، وقت ان احنا نشوف النتيجه.
واو، طلع رائع.